لو سمحت عايز تمرين الظهر كده اللي بتطلع أجنحة كده. بتطلع أجنحة؟ بعليك على كابتن عمرو. كابتن حضرتك حضرتك كابتن عمور. ايوه كابتن عمور مول. لو سمحت عايز كنت عايز العب تمرين الظهر من اللي بيطلع اجنحه دي. خلص من اللي بيطلع ايه؟ اجنحه. جناحات. جناحات ان شاء الله بينا. هنلعب اول زاويه على هامر سنس ده 3 منويه 15 عدد. ولو عايز تزود الشده التدريبيه بتاعتك ممكن تلعب دراع ودراع، او لو انت عندك ماجنوس كبير وماجنوس صغير يبقى تلعب بالطريقه دي. تاني زاوية معانا هنلعب بول داون للماجونس عشان تعرف لعبه 3 مجموعة 15. تالت تمرين معانا نلعب على الماجونس برضو في التعريض. ثلاث مجاميع 15 عد. بص اللفت كده بقى. جناح يا ابني. وبكده خلصنا اول ثلاث مجاميع للتعريض. زي ما انا كنت لسه قايل في فيديو من الفيديوهات، لو ما شفتوش هسيبه لك فوق هنا. اي حاجه في الظهر بتتسحب من فوق لده بتعرض الظهر، واي حاجه في الظهر بتتسحب من تحت لفوق بتزود الكثافه او السمك بتاع الظهر. فاحنا خلصنا اول ثلاث زوايا للتعريض، لعبناهم من فوق لتحت. بعدين هنلعب ثلاث زوايا تانيين لزياده السمك بتاع الظهر، تمام؟ وبعدها هنلعب قطنيه زاويتين بول. ان شاء الله بينا نشوف. هنلعب خمسه باليمين وخمسه بالشمال وخمسه الدراعين مع بعض. تلات مجاميع 15 عدة زي ما لسه شارح كده. خمسة باليمين خمسة بالشمال وخمسة الاتنين مع بعض. خامس مجموعة معانا، تمام؟ هنلعب الروب من تحت وبتشد بكوعك بتقفل بظهرك كده، تمام؟ وده بديل السحب بالبار. نفس الكلام كده تلعب برضو تلات مجاميع 15 عدة. تقف كده عادي، ترجع ورا. ام سبسكرايب ام سبسكرايب ولايك. بعدين هنخش على السادس زاويه معانا، هنلعب على السحب الارضي ثلاث مجاميع 15 عده. بس عايزك تبص على التكنيك. ايه الكلمه دي؟ وبعدين خلصنا كده الظهر، خش هنلعب ترابيس وزاويتين باي، تمام؟ طب ليه بنلعب باي مع الظهر مش بنلعب تراي؟ لو حد يعرف اكتب لي في الكومنت وهيبقى ليه جايزه بقى كبيره جدا. ده تعرف كم ملايات؟ ممكن اشتراك اونلاين مثلا، فلوس. لو تعرف اكتب لي.
نلعب ثلاث مجاميع في 20 او 25 عام. وبعدين هنخشوا على سابع تقريبا سابع زاوية نلعب قطنية تمام بس على الكرسي. وبص بتلعب ازاي عشان بص ظهرك اهو وده اللي ثابت يعني لا ده اللي ثابت وده ظهرك حلو ده ثابت كده كده اوريدي. انت لما بتيجي تنزل تنزل عادي براحتك للاخر ولما تيجي تطلع بتطلع لحد هنا وتقف ما تطلعش كده كده انت ضغطت على فقرات ظهرك لا قدر الله ممكن يحصل لك اصابة فانت بتنزل وتطلع لحد كده زي ما انت هتشوف دلوقتي ونلعب برده 3 مجاميع في 15 عدد. ولما تيجي تحط رجلك ما تحطش رجلك 11 حطها 7 7 كده هنلعب باي بالدمبل. انا ما اعرفش انا داخل في الكادر ولا لا بس ان شاء الله اكون داخل في الكادر. 3 مجاميع 15 عد. وبعدين هنخش على اخر زاويه معانا نلعب الترنين هامر كير بس هنلعبه بقى لجوه زي فادي باكر زي العمالقه الكبير فادي باكر وبيج رومي وعمرو السيد وروني كولمان الناس الجامده قوي دول بيلعبوا برده 3 مجاميع 15 عده. بص بقى على الاداء بص لي على الاداء بص لك على الاداء ثلاث مجاميع 15 عد قلتها لا. المهم احنا كده خلصنا حلقتنا. لو عجبك الفيديو او لو ما عجبكش برده الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان ننزل حلقه جديده على طول. كان معكم كابتن عمرو اتمنى لكم مشاهده رائعه. السلام. الفيديو كامل هتلاقيه في اول كومنت بس خلاص.